من طالع بسندق عذب بروح الاخواني يا من ردت الخاني فواعد يجي بفت على هده ارجع ويا اخوتك وانت فقر الدور يطلع تكثر طقاته انا الواضح بعنواني انا الواضح بعنواني وشمله وعدي للسلام ويا تحيه اخوتك ثم اخوتك بالشدد يمناك اخوتك ثم اخوتك بالشدد يمناك تلج الكون بيهم تكسر اللاوى بس تفرد يا خالد طيح بيد عداك والواد متال الوحداني بعد خالك خباش اذا عايش وحيد وعايب اخوانك إذا عايش وحيد وعايف إخوانك ما تقدر تباوع والله على هانك غير عضاك يا ولي يرفع مشانك والعد إخواني هابونك أحب اللي يجمع بخوته وشملاه بكلام زين خصنه زينب زند صير اللي هو شملاه وعدي للسلام ويا تحية أخوتك ثم أخوتك بالشدد يمناك تلج الكون بيهم تكسر اللاوى أيوي بس تفرد يا خالد طيح بيد عداك والواد متال الوحداني اذا عايش وحيد وعايف اخوانك ما تقدر تباوع والله على هانك غير عضاك يا اللي يرفع بشانك والعد اخواني هابونك القوس شما تسع بيقتل ابن الشام المكلب بخوته بكل وقت ينهار عافيه القوس شما تسع بيه يقتل ابن الشام المكلب بخوته بكل وقت ينهار والمفرد تشوفه محوط بين ذياب والماخ السنده يهينونه جيرة فرق كل من طالع بسنده جيرة فرق كل من طالع بسنده ما واحد يجي هفت عنه هده ارجع ويا اخوتك وانت فقر الدور يطلع تكثر طقاته جيرة فرق كل من طالع بسنده ما واحد يجي هفت عنه هده ارجع ويا اخوتك وانت فقر الدور يطلع تكثر طقاته ابن امك تجي ويقدر يشيلك اذا تترك اخوتك ما حد يعينك تعفض هام تبقى وندم في دينك وخسران العايب خوانك ترى الهوسات ثورة شجعت شعلان ترى الهوسات ثورة شجعت شعلان ترى الهوسات ثورة شجعت شعلان موش الجدة انت بداخل الميدان ترى الهوسة ثورة شجعت شعلان موش الجدة انت بداخل الميدان خلي لك كرامة وصير خوش انسان واللي يطلب تالي عيرونه ايدك من دمت هيدنك المهوات تجيب
بالله قعد هو كل افعال مهر الهوس عدنا وترغب الخيال والهوس تريد الخياله قبل غاره وعليها بثورة العشرين مو مالت اشداوى الهوس لصل فيه قالوا اعلى وادم في العرق مرين لا تقرب تاريخ الهوسه اشبحهم رزايل عيب يهتمون مهاويل اش كثر شفناها ويجدون اشبحهم رزايل عيب يهتمون مهاويل اش كثر شفناهم ويجدون شبعنا ما تعرق قصصهم وابد ما يخجلون وبقصصهم نقطه وزاحوها اعطيني وحده خلنا نروح حق تخرب سمعته من يكيتوله ترى المهوال قائد ثوره قلوله حق تخرب سمعته من يكيتوله انا اقصد كلامه وروحه وصلوله ترى المهوال قائد ثوره قلوله ما متها اولاد النقراسه مثل شيخ العشيره توصف الله مثل شيخ العشيره توصف المهوال ما يجني الخفيفه وجانب الصدقه كبار اللي تسمعه وما تسمعه ولو سولف حكمه ميدان